الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز. التمييز ليس البلوغ، التمييز هو التفريق بين الأشياء، يعني يعرف أنه هذا ماء وهذا نار، تقول له اجلس يجلس، قم يقوم. معنى no sarti tammo imorde fi julde den jabe ko inko sendindirgol sendirgol wona neddo wongol hellifado sendindirgol ko woni ko on sendindiro hakkude piji di sa enimi yo immo anda ko non dum sa wi yo jodo anda ko non dum sa wi yo yaw o anda ko non sa eni yo ar o anda ko non sendindiro hakkude piji di n'am yukhta kathir mimman yutarjim yaqul an al-bulugh هو التمييز أو التمييز هو البلوغ، هذا خطأ كبير. لا، التمييز هو التفريق بين الأشياء، والبلوغ أمر آخر. هنا فالجا يمبي هيو بي ريني ديرو بي إنو بي واندما سيني ديرغول كواني كو يوتاغول أو يوتاغول كو فيري غو نوا يوتار كو نوارو سيني ديرتا ولا أو سيني ديرتا أو يوتاكي توارا نو سيرتي كانجي دي سيني ديرغول اي وانغول هلي فارو نو سيرتي. فهل تصح صلاة الصغير؟ اني هرانو سلا جلد باي كنت سكون مو هلي فاكا تصح اذا كان مميزا، اذا كان يميز بين الاشياء فصلاته صحيحه والا فهي باطله والله اعلم. ستاي غو وني باي كون او ونالي هلي فادو كون هيمو سندير هاكوني بيجي دين جلد ماكو دين هرانو سلا